بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم على قناة إدارة المشاريع باللغة الإنجليزية Learn Project Management. غيرنا الاسم عشان يتماشى مع صفحتنا على الفيسبوك. قلنا إن دي قناة التعليم المبسط، شرح عملي على برنامج إدارة المشروعات بالمذيرة اللي هي آخر ريليز 10.8. واليوم كان عندنا لايف كلاس على صفحتنا على الفيسبوك. زي ما قلنا قبل كده ان ان شاء الله هنكمل محاضرات البريمافيرا كامله، البي 6 البي ام بي والريسك وال6 سيجما، وايضا هنحط محاضرات عن الوظائف وعن نماذج المشاريع وخبرات سابقه للمشاريع في كل مكان. ده شكل الجديد للقناه على اليوتيوب، اسمها Learn Project Management، عشان ان شاء الله تدخل على اليوتيوب وتعمل اشتراك معانا ويجي لك كل المحاضرات الموجودة على القناة. اذا بتحب تدخل على القناة يعني يفضل تدخل على البلاي ليست اللي هي القوائم. لو انت يعني عاوز انجليش بس هتلاقي انجليش ليكتشرز، يعني محاضرات باللغة الانجليزية. لو انت عاوز عربي بس هتلاقي المحاضرات باللغة العربية. ايضا في نماذج تانية حاطينها للبي ام بي والسكس سيجما، فانت لو مهتم بهذه المواضيع ان شاء الله هتلاقيها موجودة على القناة. هي بالانجلش اسمها بلاي ليست. المحاضرة الخامسة هي عبارة عن الموارد. المحاضرة الخامسة هي عبارة عن الموارد الريسورسز. وقلنا طبعا ازاي تحمل البرنامج من على موقع ديليفري، وهنحط كمان ايضا اللينك اسفل الفيديو لمن يريد ان يحمله ان شاء الله تاني. في نهاية الكورس هنشرح مشروع متكامل من A to Z، شرح الرسومات، تعاقد، نموذج مشروع متكامل مع الموارد، وهنبدأ واحدة بواحدة. هيكون محاضرة تقريبا ساعة أو ساعتين للكورس شامل، اللي هو عايز محاضرة واحدة للكورس بإذن الله. قلنا قبل كده الموارد إن هي المهمة جدا، اللي هي الإكويبمنت والبرسونيل والماتيريال. الإكويبمنت اللي هي بتسمى نون ليبر في البي 6، والبرسونيل اللي هي الليبر، والماتيريال اللي هي الماتيريال في البي 6. وده تذكير سريع، الليبر اللي هي الاشخاص اللي هي زي ما انت شايف الصوره اللي قدامك، النون ليبر اللي هي المعدات، والماتيريال اللي هي الماتيريال. خلونا نروح على اللايف بي 6 عشان نشوف الكلام ده باذن الله. اتكلمنا قبل كده ان انت لما بتفتح البي 6 بتلاقي علامه الشخص الموجوده على شمالك دي، اسمها الريسورسز اللي هي الموارد، تمام؟ واول ما بتضغط عليها بيبان لك هنا الموارد الموجوده في المشروع. ممكن تروح على الديسبلاي هنا وتعمل كولابز اول، يعني تعمل الشكل اللي موجود قدامك. هتلاقوا متقسمين الى ليبر، ماتيريال، نون ليبرز اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. طيب عايز اعرف التفاصيل بتاعه اي واحده منهم، مثلا الاوبريتورز، اروح على الجنرال تاب. الجنرال تاب الاقي الاي دي واسم المورد والامبلويمنت. كمان عايز احط اسم علي سعيد محمد، اكتب الاسم سعيد مثلا اهو، واحط مثلا مدير مشروع بروجكت مانجر، احط اسم وظيفته. ولو عايز احط الايميل ادرس او الاوفيس فون احط الكلام ده، تمام. الكودز، لو انا عايز اعمل اكواد للموارد زي اللي موجوده قدامكم هذه، بقول والله مثلا ده ديبارتمنت بتاع كونستراكشن، او ده شغال في الميكانيكال، او ده شغال في السايت وورك او مكتب فني، ممكن احط كمان التفاصيل بتاعي الكلام. الديتيلز بيقول لك هنا ان المورد ده ليبرز زي ما احنا اتفضلنا من قبل وقلنا، وطبعا بتلاقي هنا الليبر والنان ليبر والماتيريال. لو عايز تغير تغير، تمام، لكن احنا هنخلينا زي ما احنا حاطين ان ده تحت الليبر هنا، تمام. ومكتوب هنا اليونت اوف ميجر، اليونت اوف ميجر بتاع هذا النشاط. طبعا احنا ما حطيناش ان لسه اي يونت اوف ميجر لهذا النشاط. والكرنسي، هل انت بتشتغل بالجنيه المصري او بالدولار؟ طبعا تغير العمله زي ما انت عايز هنا، تمام.
وهتلاقي الكالندرز اللي هو بيشتغل، انت عايزه يشتغل وان شيفت تو شيفت، يشتغل 5 ايام في الاسبوع، يشتغل من السبت للحد، الكلام ده كله ممكن ان انت تحطه باذن الله. وعندك هنا الديفولت يونت على التايم. عظيم. اي سؤال في السيتنج هذه كلمونا نشرحها ان شاء الله بالتفصيل. اليونتس تمام، بحط هنا لو انا عايز النشاط ده يشتغل مثلا من افكتيف من 1-10 ونخليه مثلا سعره مثلا $2 في اليوم او $3 في اليوم، احطها كده تمام. من يوم كذا يكون سعره قد كده. عاوز تحط مثلا اوفر تايم، يبقى هو طبعا سعره الفتره الصباحيه غير سعره بعد الظهر تمام. ممكن تحط اسعار مختلفه لهذا المورد. عظيم. يبقى انا عندي لو مورد اسعاره بتتغير، فتره الصباحيه 8 ساعات بيبقى له مثلا سعر معين، الفتره المسائيه الاوفر تايم بيبقى له سعر معين، ممكن احط اي سعر. كمان بحدد هنا الافكتيف ديت، يعني امتى بيكون الافكتيف ديت اللي يبدا عليه حسابات السعر الجديد. الرولز دي الحاجات المهمة، يعني اللي هم السكيلد زي ما انت شايف هنا كده. لو انا عندي مثلا حاجات سكيلد قوي او مهندسين كمبيوتر بجيبهم للمشروع باسعار مختلفة، ممكن اسميهم رولز، حاجات مهمة جدا للمشروع. النوتس لو انا عايز اضيف اي نوتس تمام، عايز اقول اي حاجة عن النشاط دوت، ان النشاط ده مثلا important، مثلا important مهم جدا، ممكن ان انا احط الكلام ده واكتب ان الريسورس ده وحط لكل واحد فيهم التفاصيل بتاعته. طبعا الجزء ده خاص بالتايم شيت مش هتكلم فيه دلوقتي، ولكن انت عرفت دلوقتي الجنرال الخاص بالنشاط. الاكواد لو انا عايز اعمل اكواد، وهنبين الكلام ده ان شاء الله. الديتيلز التفاصيل، هل هو ليبر نون ليبر ماتيريال، وبيشتغل على اي كالندر تمام، والكرنسي بتاعته ايه، ولو في اوفر تايم فاكتور مثلا ممكن اقول والله يكون 1.4 او 1.5. مثلا لو عايز اقول ان هو ما يشتغل اوفر تايم، يبقى السعر الساعة بساعة وربع أو بساعتين أو باثنين. إذا كان بياخد 20 جنيه في الساعة في 8 ساعات ب 160، لكن بعد الظهر بالليل عايز بدل ما ياخد في الساعة 20 جنيه ياخد في الساعة 30 جنيه، هقول والله إن 1.5، فمعناه بحسب له الأوفر تايم بتاعه تمام. وديت اليونتس اللي إحنا اتكلمنا عليها، اللي أنا عايز أغير سعره في كل مدة زمنية، لأن طبعا الأسعار بتتغير حسب الموسم. ممكن في الصيف ما تلاقيش صناعية، في الشتاء طبعا صناعية موجودة، فكل مدة لها سعر. وده الرولز اللي هي الامبورتنت، الحاجات المهمة جدا تمام. وقلنا ان احنا ممكن ايه بالطريقة دي تعرفنا ان كل المعلومات الخاصة بهذا الريسورس. لو انا عايز اروح على الماتيريال زي الاسمنت تمام، واحط معلومات عن الاسمنت اللي عندي وسعره قد ايه، وطبعا الكودز ممكن اضيف له اي اكواد. خلينا نضيف له كود هنا معين لهذا النشاط، لهذا الستوري الريسورس، واضيف له كمان التفاصيل هو نون ليبرز، واحط المعلومات بتاعته، واقول خلي الديفولت طبعا خليها زي ما هي كده 8 بير داي، واخليه مثلا انا عايز احط هنا اوفر تايم فاكتورز. اليونت برايس والله اخليها مثلا 8، او طبعا هنغير الكلام ده وهنعمل له ايديتنج، ان السيمنت هذا هيبقى بايه بالطن تمام. فانا هغير الكلام ده اللي هي اليونت بتاعته ده، انا هغيرها. والرولز، وعندي طبعا النوتس، وعندي البروجريس ريبورترز. فكده انت ممكن تحط المعلومات دي بالكامل، وان شاء الله المحاضره الجايه هنحط التفاصيل بتاعه الكلام ده بالطن او باليونت او بالازال. فطبعا اليونتس الموجوده هنا ان شاء الله هنغيرها تتماشى مع السيمنت، مثلا كان بالطن او المتر المكعب او باليارد سكوير، الكلام ده هنحطها. ويبان لك هنا طبعا، هنا لو بتفتح اي واحد ده اللي هو الاي دي بتاعه السيمنت، الريسورس نيم السيمنت، نوعه ماتيريال، ونحط كمان اليونت اوف ميجر، والبرايس باليونت، برايمري رول، الديفولت يونت، والاوتو كومبيوت. طبعا الحاجات دي هتخليها موجوده لان دي بتحسب منها الاسعار، فدي هنشرحها برضو في التفصيل لان محتاجه شويه تريكس، هذه الاوتو كومبيوت والكالكوليت اكشوالز تمام. طيب لو رحنا على واحد نون ليبرز زي اللي موجود هنا برضو كرين، وقلنا برضو ان هو هتلاقي يعني الاي دي بتاعه نون ليبر، نوعه هنا كرين، وطبعا نون ليبرز، واليونتس اوف ميجر، والبرايس والبرايمري رول، الحاجات دي برضو هنضيفها ان شاء الله. يعني محتاج ان انا اعمل لها ايديتنج على السوفت وير، وهنعملها مع بعض بحيث تشوفها باذن الله. فده حاجه بسيطه جدا بتبين لك الموارد تمام الموجوده عندك على المشروع، وازاي ان انت تضيفها، والمعلومات الموجوده عنها.
اتمنى يكون عجبكم الكلاس اليوم، وان شاء الله نكمل المحاضره الجايه محاضره رقم 6 من الموارد. فالمره الجايه هنتكلم بالتفصيل على اضافه اليونتس والحسابات وكيفيه عمل البيز لاين، عشان نبدا ان شاء الله نتكلم عن الابديتس وازاي نطلع الادد فاليو وكل الحاجات المهمه. خالص تحياتي، اشترك معنا على القناه واضغط على علامه الجرس واسم القناه ليرن بروجكت مانجمنت. وخالص تحياتي، واي سؤال ابعت لي على الايميل او على القناه. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتشيره مع اي واحد محتاج مساعده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.